في يوحنا 48 لكنكم تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان. لاحظ أن المسيح هون لم يقل عن نفسه أنه هو الله، وإنما قال أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له، اليهود قالوا إننا لم نولد من زنا. لاحظ هم أصلا يعني يتهمون المسيح هنا بشكل غير مباشر إنه المسيح هو من ابن زنا لأنه جاء من عذراء، والعياذ بالله. هنا يعني بيحاولوا إنهم يطعنوا بالمسيح. إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فهون يعترفوا إنه هناك أب واحد وهو الله، إنه الله الآب. وقد أثبت ذلك أنا في المحاضرة السابقة إنه ممكن أن نقول أنه هو الآب هو واحد، إنه هو الله، لكن أضافوا إلى الإبن والروح القدس. وهذا يثبت أيضا ما قاله الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. إنهم يعتبروا أن الآب الله الحقيقي هو واحد من الثلاثة، سبحان الله. بعدين فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. فهون أصلا المسيح يعترف أنه هو مرسل من عند الله. أيضا في يوحنا 17:3، كانت هاي إحدى النصوص اللي خلتني أنا أبتعد عن المسيحية وأترك المسيحية وأبدأ أدرس في الإسلام، وكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة عندما قال المسيح في يوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. هذه هي الحياة الأبدية، أي هذه هي الجنة، هذه هي ملكوت السماوات. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، أن نعرف الله الآب الحقيقي وحده الذي لا إله إلا هو الذي يستحق العبادة. بعدين يكمل: وأن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يسوع المسيح المرسل من عند الله، يسوع المسيح رسول الله، أي أن لا إله إلا الله عيسى رسول الله. على وقت المسيح الذي ينطق بالشهادتين لا إله إلا الله عيسى رسول الله يعتبر مسلم، أو بلاش مسلم، يعني إذا ما كان موجود هذا المصطلح مسلم، كان follower of Jesus، يعني كان تابع للمسيح، كان تابع للمسيح أن يعبد الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسله، أن هو لا إله إلا الله وأن يسوع رسول الله أو عيسى رسول الله. إحنا الآن نقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله، لا إله. أيضا المسيح لم يطلب لنفسه العبادة، والإثبات على ذلك عندما جاء إليه أحد اليهود وسأله: ماذا أفعل لكي أحصل على الحياة الأبدية؟ أو ما هي أعظم الوصايا؟ ما قالش المسيح تعال أعبدوني أنا الله. فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. فإذا الوصية الأولى هنا أن نعبد إله واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى، وأن لا نعبد المسيح، وإنما المسيح هو مرسل من عند الله. فإذا موضوع أنه إحنا نعبد المسيح لأنه لم يطلب لنفسه العبادة، أنا مش عارف من وين إجوا. طيب بقول لك، طب ما كانوا المسيح، كانوا الناس يجوا يسجدوا للمسيح، كانوا لما يجوا اليهود كانوا يسجدوا للمسيح. المثير للاهتمام أن كل من رأى المسيح وتعجب من معجزاته وآمن به اعترف أنه ابن الله. وكما ذكرت سابقا أن ابن الله بمعنى النبي عند اليهود، ولم يعترف أي منهم لأن يكون المسيح الله الابن. مثال متى 14:33: والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. وزي ما أنا قلت لكم في العهد القديم أنه المسيح لم يكن هو ابن الله الوحيد، وإنما كان داود ابن الله كما قلت سابقا: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. شاول كان ابن الله، موسى كان ابن الله، الشعب الإسرائيلي كانوا أبناء الله. أما السجود له فهو وقار واحترام، فإخوة يوسف سجدوا لأخيهم في العهد القديم، فهل يوسف هو الله الذي يعبد؟ وأستير سجدت لزوجها الملك وهو غير إسرائيلي، أي أنه ليس من شعب الله، فهل هذا يجعله الله الذي يعبد؟ لا أبدا. فإذا إذا جاء أحد
ركع أمام المسيح تقديرا لما فعله من معجزات فهذا وقار واحترام له وليس بمعنى السجود أي التعبد له وأن يعبدوه. فاليهود لم يعبدوا المسيح أبدا وإنما كانوا يعبدوا الله الواحد لا إله إلا هو. إذن هل المسيح الله؟ في سورة المائدة يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هنا المسيح عليه السلام يعترف بأنه ليس الله، يعترف أن السلطان هو لله وحده لا شريك له، هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهم عباد الله وليس عباد المسيح، وأن المسيح هو عبد الله ورسوله.